مرحبا بالجميع. تأمل مؤسسة فرانسيسكو مونتويا المؤسسة الثانوية بلاس نورياس أن تكونوا جميعا بخير وأن تتمكنوا من العيش في هذا الوضع بسهولة وبشكل طبيعي قدر الإمكان. نتوجه إليكم بهذه المراسلة لنخبركم أنه على الرغم من الحالة التي يسببها هذا الفيروس كورونا، فإن المؤسسة تواصل خدمة جميع التلاميذ بالمهام والأنشطة المرسلة من خلال جيميل ومودل وإيباسين، بحيث يستمر التلاميذ إلى أقصى حد ممكن العمل من منازلهم. نظرا للصعوبات التي يواجهها بعض التلاميذ في الاتصال عبر الأنظمة الإلكترونية الأساسية، فقد اعتبرنا أنه من المهم جدا مراسلتكم للمساعدة في قراءة وإرسال المهام من قبل إيباسين. في البداية سيتعين عليك تنزيل تطبيق إيباسين والدخول. شاهد فيديو المساعدة. مجرد أن يكون لديك تطبيق إيباسين وتصبح داخل البرنامج، عليك النقر حيث هو مكتوب اتصالات كومونيكاسيونيس. بمجرد دخولك الاتصالات عليك قراءة رسالة الأستاذ. عندما تشاهد المهام يجب عليك قراءتها وتنفيذها في الدفتر الخاص بك كما كنت تفعل أثناء الدرس بقلم رصاص أو قلم حبر جاف، وكتابة الأجوبة بالإضافة إلى اسمك وتاريخ الإنجاز. ثم بعد ذلك يمكنك التقاط صورة لأوراق الواجبات المنزلية. يمكنك الرجوع إلى تطبيق إيباسين وفتح نفس الرسالة من الأستاذ الذي أرسل لك المهمة الدراسية لطارية. بمجرد الدخول انقر على النقاط الثلاث التي تظهر لك على الجانب واضغط حيث تزيد جر الإجابة ريسبوندير، حيث تقرأ إضافة أن يظهر انقر فوقه وقم بتحميل صورة المهمة سوبر لاتاريا. للإنهاء انقر فوق زر إرسال إمبيار، وبذلك تكون قد انتهيت. كان لديك بريد أو عنوان إلكتروني، يمكنك إرسال الصورة إلى البريد الإلكتروني الخاص بأستاذك أو إلى موديل إذا كنت تعرف المسار أو الطريقة. في حالة عدم معرفة كيفية الرد أو إرسال صورة المهمة، يمكنك تنفيذ المهام في دفترك وحفظها ثم الاتصال بسكرتيرة المركز، ويوجد هنا رقمها، أو بأستاذ الوسيط ويوجد هنا أيضا رقمه